فهم السؤال عاد جاوب، طريقة باش كتجاوب نهار الامتحان وكيفاش كتعامل مع التمارين وكل سؤال راه ما خاصهاش تكون عشوائية، حيث الأسئلة اللي كتعطاك حتى هي ما كتكونش عشوائية. الأستاذ باش كيبغي يختبر المكتسبات ديالك وداك الشيء اللي قراك ويشوفك واش كاين ولا ما كاينش، واش موجد مزيان ولا ما موجدش، كيعطيك تمارين يقدروا يكونوا كيشبهوا بزاف داك الشيء اللي قراك ودار معاك في التطبيق لا تيدي وحتى في الدروس، ولا يكونوا هما نيت نفس التمارين فوتوكوبي، ويقدر يعطيك شي تمرين اللي غادي تعصر فيه دماغك مزيان، وغالبا كيعطيكم نفس النموذج ديال التمارين اللي خدم معاكم قبل، غير وجدهم مزيان ونهار الامتحان ما تضيعش فيهم النقاط وحتى الوقت. انا اليوم غادي نخدم معاك على التمارين اللي كيبغيو التركيز بزاف وتجبد فيهم داك الشيء كامل اللي شفتي وتعلمتي العصير، حيت كاينين بزاف ديال الطلبه وحتى التلاميذ اللي كدير بهم نهار الامتحان وكيتقولبوا غير هكاك، واخا هما وجدوا مزيان قبل وكانوا كيدمروا وكيتقاتلوا وكانوا عاطين جهدهم، انت وجدتي وخدمتي داك الشيء اللي دار معاك الاستاذ قبل مزيان وكنتي مقاتل وكتضرب تماره، ولكن نهار الامتحان ملي شفتي الورقه ديالك التمرين الاول تخلعتي، او شنو هذا الشيء؟ بحال داك الشيء كامل اللي وجدتي قبل غادي يضرب لك في الزيرو في ديك الوقيت وغادي يمشي لك في الخاوي وما كتعرف باش تبليتي وكتبقى تدور في عينيك، ما يمكنش. شنو هذا الشيء؟ ارتاح، ما تزربش، ما تشوف لا في صاحبك لا اللي قدامك وهاز السيل وكيعمر في الورقه لا الاستاذ، ما تشغلش بالك بهذا الشيء، اطوط، حيت كاين اللي كيقول نعمر ليه غير الورقه وما نخليهاش ليه خاويه، وغير خليها خاويه هكاك، هذاك الوقت اللي غادي تبدا تكتب فيه من الاول باش تعمر الورقه وفي الاخر تقول راني ما خليت ليه حتى شي حاجه خاويه وتخرج مرتاح وانت واخا ما مقتنعش بديك الاجوبه اللي كتبتي تقدر تجلس وتفكر فيه، حيت ماشي مهم هو انك تبدا تكتب في ورقه ديال التحليل ديالك من الاول، المهم هو انك خاصك تفهم السؤال عاد جاوب، راه صعيب نكون انا ما فهمش السؤال ونبدا نجاوب، ما تخلعش الا شفتي صاحبك ولا اللي قدامك ولا القسم كامل تيكنش وتيعمر وانت باقي هكا جالس كتفكر، راه ماشي مهم لا كونتيتي ونعمر ليه الورقه من الفوق للتحت ولا نعطيها لي ريكتو فيرسو، راه يقدر هو داك الاجوبه اللي باغي يقلب عليهم في داك الشيء اللي كتبتي ليه كامل وما يلقاهمش، وبالتالي ما غادي يعطيك والو، يقدر ميم با ما يعطيك حتى نص نقطه ما يعطيهاش لك، كيف ما تيقول اينشتاين الا عطوني ساعه نحل فيها واحد المشكل غادي ناخذ 55 دقيقه نفكر فيها في المشكل باش نفهمه مزيان وخمسة دقائق غادي نجاوب فيها، انا ما تنقولش لك الا عطاك الاستاذ ساعه في التمرين غادي تاخذ 55 دقيقه كامله وانت كتفكر غير في السؤال باش تفهمه، لا انا اللي غادي نقول لك هو انه خاصك تعطي لراسك الوقت شويه، المهم هو انك ما تزربش في الاول، حيت ماشي ضروري تبدا تكتب في الاول من الاول وانت كتكتب كتعمر وكدري ديجي ماشي مهم، المهم هو انك خاصك تفهم لا كيسيون، حيت الاستاذ ملي كيبغي يصحح معاك شنو اللي كيهمو هويا، هو عنده واحد الكلمات ديال المفاتيح اللي تيقلب عليهم في لي ريبونس ديالك، الا ما لقاهمش راه ما غاديش يعطيك النقطه، راه واخا تكتب ليه ما عرفت شنو تقدر تكتب غير واحد الفقره صغيره ويكونوا فيها دوك الاجوبه اللي باغي هويا وغادي تاخذ فيها نقاط صحاح، انا ما قلتش لك هذا الشيء باش نخلعك وانما باش نوجدك، حيت نهار الامتحان كيف ما بغى يكون التمرين اللي غادي يعطيك الاستاذ راه كيتبازا على داكشي كامل اللي شفتي انت قبل، الاستاذ ما يمكنش ليه يخرج على داكشي اللي قراك، وبالتالي كن متفائل وعاون نفسك معنويا ديكال رجع ما تزربش، وبون كوراج ليكم وربي المعلم، السلام عليكم. Thank you.